يكون مواليد والا هتدوبه مليون. وليه بقى تدوبه مليون؟ ضوابط السنه لعاجها استا قولوا لنا نكون نور بس هتجد ذي فرانس كليهين كن كربا يبعثين وكبدين بقالها كليهين نرشي كليهين تدك خاصة نوض أفريكا كتلي يما ألجيريا يما مروكية يما تونسية واهو ردلك الوقوري مسلمين بطن بقوم على كل حال مين كان هدا لليه مكرون دباته بطن بو أجيستي دلك خاصة إيو عالم كإسلام كورد وحفة فتواضي سيقوا مدحوينة إن نبي محمد صلى الله عليه وسلم سوادي سي وحقوشة غير نبي محمد ما أبرتي أم جميل يتبدي ذاك سودكتي أبي الهب والطب ما أقنع عنه ماله وما كسر بأنه يقول لك حصول على طمك ما غشي إن سوادي سودكتي أبو بكر النبي قال أفرد يعني ما كان سوء النبي قال كوي لأبو بكر وأتنصص وتقول لك حديث الداية حصول الله وسلم حقبة بادية إلهي يبتسم ما يموت إلهي بعندها قرنية ما كان سيد النبي قال عيد ويتلم مدمما قلينا ودينه أبينا يعني قبل ما وبرامو بيتحس ما كان سيد النبي قال مركي كتك تنتلع ما ساحل كامي ويعاي لقى حنبان مضى حكا قلوا فالله النبي يقول لفرد يا صلى الله عليه وسلم ما كان سوء إلي مارتك ما جهروا بس كتك ما كان سوء لسوء مارتك وكروا إني مدمم عيدي أنا أقول أنا هي محمد صلى الله عليه وسلم ما كان مركو لي النبي قال صورة الله سمعني صورة يسيبوا لي الشيطان وهي صورة الفضائل مع صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أنا أكبر على كل حال وحفة وضعي إن بالبورد وأوين ما قاعد نقول لك شيء أو نبغى الدولة ده يدد كفرانسيسكو إلى عكو بحياة أنت هسي وحي كانت إيجابي ما قاعد نقول مسلمين ترى الله أصلا أنا قاعد نقول مسلمين هاي شرعي أنا قرآن مرحلة الله أول ما نقول الله أبنى وحنا وقت على الله يكره في الدين قد تبين الرشد من الخلي شلح أردوغان خبين أي عمي وحا قلت على تركيا أفر بقول إيا شمية تدبات كنيسة دول أو تركيا اللوغيني أو نقرأ الحرين كنيسة دي كوية لي جروسالان يكوى الشام كوية لي يعني أهل كتاب وكنيسة كلها هاي منذ النبي الله محمد صادري إلى اليوم الفرين تاريخ وحالها هي وشام من حاكمه وكانت المسلمين تكمل هو كنيسة حرية سوف تقول لي تقول فهم وين مركو بنتي ما حاكم كي كحي بعد مفروي معناها ضدك دم مدع إن النور دين تنو وسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا مركا أنا يمنه إلى ما قرآن كحي يا الكتاب لا تقولوا في دينه دينتي نقولوها خصمنا بل عليه إلى هذا عينا لا تسبوا الذين يدعون المرض من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم حلو الدين يا إني إلهي يرسوش يسير ملايين ثاني فول عليا لذلك شرعيين ما ها شرعي مرت التدرف يلي باتوتا أرتساوين نوقعنا نك التدرف بليمي يلي باتدو مسلمين تقسمي مسلمين توحي سوا فرسين شيخ الإسلام تيمية وعلي قالوا هنا يتشبه يا أما إسلام تلوه هنا يمحن بقرنا علامات بلي وحين المركز قال هذا يسجلينه ومجاهدين تبع رئيس الرأي يوم عيد عشرين وحين يري النبي قال مركز جاران مركز عرض قال النبي قال جاران بان مقرنش فينا الشبايا مسلمين تي لبابيين قار دين تلقى ساري قار ملحدين تلقى نقاي قبل هي النيخ لبابيين قار رقع ومسلمين الدور رقع نقاي قار دمر هو مسلمين هانشرين مالتي لقى نقاي محمد رقع يوح لمدة المسلمين تي لبابيه اللي بعد تظن كل عليه ويوم هذه هدي شرطوا يقحضوا أما عرب ما رت هلاقيها مع جمع مع أفريقيا ده كسوريا كي شو يكون ليبيا سوماليا وما دي المسلمين تي أدون كم أردن وقحي إما كهرن الدين تسي تقليدا يدين بعد نهستا مغلي شري يعني علميا وفي هالسنين وحيكون عنا في الباح وما تبغى بالعلم قديم يعني وحاصر دن markii ay ogaadeen niman kale waxay u sheegeen inay been tahay oo cadaawada islaamka ay qalbiga ugu qabaan wama tukhfi suduruhum akbar la tuhay ku qarinayaan ba ka weyn balay ladbadat baghda adadoodu way marti way weynaat laakiin waxay la tuhay ku qarinayaan ba ka weyn balay qad bayna lakum alayat wa an din adi balay hada wax garanaysan marka ala kulli hal arinta macron uu leeyahay isaga iyo qaybkii ay qabaan dibaato u baahsan soo gaadhay
oo muslimiinta wax kala ma sameeyeen waxaan hayb sameeyna wuxuu xal yani suuqada dhaqaalaha waxaan arkayna oo todo shay gudahood illa 100 milyan oo dollar bay khasaareen 100 bilyan ma hanjeen 100 bilyan oo dollar baa dhaqaalaha ma tafasir soo laa 100 bilyan oo dollar la yaab billah bay khasaareen dareenso khasaarahaas isaga ayaa geysay aslan islaamku dhaqaalaha adduunka inuu soo ku caabu doonayo gaar ahaan islaamka dadku inay noolaadaan laakiin nimka yaa wada isaga waa qodobka kowaad qodobka labaad arrintaas waxay jabisay muslimiinta qulubtooda all over the world adduunka hadday jumcada quraanka ka haysan tahay qaanuunka internationalka hadday tahay tacaamulka muslimiinta ee gaalada hadday tahay aayadka quraanka tacaamulka calbirri wa taqwa walaa tacaamulka calithmi walcudwaan adduunku wuxuu meel isaga soo wada jeedaa in dadka diimahooda loo nabadgeliyo dadkuna wixii ay wada leeyihiin resourceka adduunka in la sheergareeyo oo wixii wanaagana laysu kaashado wixii xumaanana laga joogsado that's why maanta gaadiidka iyo warshadaha iyo wadooyinka saar maro iyo tareenada iyo dadku sii noolaanaya iyo caafimaadka iyo cudurrada in meel looga soo wada jeesto gaajada xumaanta dilka yani maxaa ku raacis cabsigelinta wax alaala wixii bulshooyinka adduunka dhibaato ku haya islaamku qayb uu ka yahay inuu ka soo jeesto lan ilaahay bayna amray oo yidhi tacaawnu cala albirri wataqwa walaa tacaawnu cala alithmi walcudwaan huyimaantiga wax dhibaato ku haya muslimku ma ogola yaa marka maanta dhibkii wadaa asagii baa wadaa asagoo madaxweynaha weliba ingiriisku uu ka baxay yurubiyanka waa ninka isu dhigaya inuu hogaamiyo 72 dowladood yurubiyanka buu rabaa inuu hogaamiyo 72 dowladood yurubiyanka buu isu dhigaya waa ilaa hal bilyan ama 800 milyan waa dhaqaalaha labaad ee adduunka marka loo eego waa 62 dowladood maraykan iyo china marka laga reebo waa quwadda dhaqaale saddexaad ee adduunka buu rabaa inuu ku hogaamiyo oo muslimiinta isaga ku dhex noolayd dadkiisii muwaadiniinta ahay ee codka siiyey 7 milyan ee muslimiintu caayeen nebigoodiiba isagay doorteen maxaa laga cararay naagtii raysiiska ahayd ee lahayd masaajidada wada xidhaya baa laga cararay 7 milyan ba isagay doorteen masaajidadii looga ololeynayay buu nebigoodii yidhi ha la soo raxmayo walciyaadu billah laanna wuu jabayaa ilaahay baa nebiga difaaco yidhi maa wadacaka rabbuka wamaa qala walaalaakhiratu khayrun laka min alula ilaahay baa yidhi inaa kafaynaaka mustahziin ilaahay baa yidhi subxaana watacaala wallahu yacsimuka min annaas ilaahay baa yidhi laqad jaakum rasuulun min anfusikum caziizun calayhi maa canitum isagoo sidaas ah baa hadduu maanta toobad keeno nebiga sala allahu calayh wasalam waxaan ku gabagabaynaya nin munaafiq oo tina cabdilaahi munaafiq buu ahaa qur-aanka aragteen in nebiga aflagaadeeyey aflagaadadii nebiga aflagaadeeyey weli qur-aanka baa ilaahay noogu sheegay saynu cibro ku qaadano oo waakiin in la yukrijana la cazu minha adad haddana wiilkiisii iyo qoyskiisi isagoo soo dhaweynaya nebiga sala alla slam markuu rabay markuu geeriyooday qamiiskiisii sharafta lahaa baa lagu kanfar waxaa kalu sameeyey nebigu uu ku tukaday cumar ibnu khadaab baa korba ku dhagaayay ma ninkii saagidaad ku tukanaysaa ma ninkii waxaa sameeyeed ku tukanaysaa markaasaa muxuu kuli cumar ibnu khadaab rasuul bal naxariistan ka warano marka leeyi laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum anfusikum maaha muslimiinta damiirka muslimiinta loo celimaayo min anfusihim min bani aadam baa loo jeedaa ila waa nebi ummadoo dhan baa loo soo diray wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin yaau ka mid yahay nebigu laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum qof kasta oo adduunka jooga nebi buu yahay caziizun maxaa ku adag baa maa canito qof kasta oo adduunka jooga wixii uu ku dhib mudanayo baa nebiga ku adag sal sl waa waxa adduunka jooga oo dhan in nin gaali gaalnimo ku dhinta nebigu ma rabo wallahi maa mahamin wabillahi rabbitalaahi waxaa lihi xariisun calaykum wuxuu ku dadaalayaa inuu jannada idingeliyo oo naartidi ka badbaadiyo markaasaa muminiinta si khaasa maxaa la yidhi bilmuminiina rauf raxiim saddexda kale waa maratay waa universal dacwa nebiga waxay khaas ku tahay ummadiisa inay nebi maratay ummadda muminiinta si gaara baahi ugu naxariiso wakfid maratay lahuma janax min adduun yani garabkaaga u raali gali maxaa loo jeeda cala kulli xaal soo gebagabeeyey wakhtigii la taraari nebiga sidaasa sala allahu calayh wasalam ee cumar markuu cumar khadaab ku dhegay
وعيري سو إيدي دي مسنين كان يوم كتكلوا ها إلهي وعيري ما تبغانا أقول حدا تضوات تنشر الدم بدافته نبي الله محمد لا يخرب لا يخرب إلهي ودم بدافع معافيني وعيري والله لو أعلم حدا قال لها إن ست على 70 مرة إن تضوات تنشر حدا كبر يلو دم بدافع أيوه والله لا فعلته حدا ما فهمت وعن قال لي مركو كل يروح كنت كلم بروح لسوق قران حلايما قران منافقا يا منافقين كله حدا تضبط هنجرني في محمد ودي مدافع له ويجيسه لا يودي مدافع من سلام عليه حدا يكتبت كنا منافقين كل إنسان حدا أنا وهي بني بول سلام الله سلام حدا كسي يعنيه تضبط هنجر إن الله دافع لها لسه تقول كسي يعني لسه لو كنت مدافع لكن وانا وهي بني لو كنت مدافع ما حدا يكتبت كنا لكن هو محصل لا وكزيادة لا لذلك نبي صلى الله عليه وسلم رحمد إلهي أدوك وصدر الله إلهي رحمد سيا قدر كيسا إلهي رحمد سيا وصسان ورحمتي وسعت كل شيء قيب كم إذا رحمد إلهي من محمد صلى الله عليه وسلم إلهي عبره وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قف مسلم كان رحم حالك هذا نعم وقت كان وكرة وقت حرجة إن أن إلهي بنيدي سبادينو سلق النبي قبادينو مسلمين تلا لباتينا يو لا تعرفنا مساجد تلا حرا يو يو مسلمين تلا بكالوها يو قفك مسلم كي مسؤولين دسارين دو غالو دين تددك إنو قارسيو كوة لباتينو كسو قارينا إنو أنتو عيو إلهي دين تيسا قف الوو لمريا والإيمان إيمان كانوا إنو زيادو يعني مركز تو حالك يا لباتي تمادو إيمان كانوا إنو إيمان كانوا كفاية إيمان تكون زيادة. سبدر وين هو إيمان ده؟ أنت دالو مسلمين ترى ندعينه، مسلمين ترى سبدر ترينه. حق بينه لأنه يحيى فرانسيسكو سمايو. إلا أنتو صانوا قرائين إن نفسن. هدي جرانا كان صلوا مرت يعني وحيى أبو سمايو أي محمد هذا مرت أي مكرنا إنه على هذا هي وحيى أبو أصبع أوبلا أنه كل يوم ما عن هذا. أو يعني مين كان سيعاد مزيد احتيال. حيى بها في تيب كيف فرانسيسكو كي ما دميه. لكن قفقة صوم سن حق بولي. إنه جوجيو. أو شو مرتي واحد كلام ويبسدو حقه ليه لأن مرضو يدي وحنا حقه لأن هاي freedom of speech النبي يعني معايا إن أنا محي حقه لأن freedom of to reject the goods goods كيس هني شو شنو بين حقه لأن مركي وعوين وتدفع تدفع لنا لا أقول قولي هذا وصف الله وجزاكم الله خير ورحمة الله.